اخر مره اتقابلنا من سنتين تقريبا، كنت طالع الجيش تمام. و كنت صفر بطولات. انت دلوقتي بعد سنتين بنتقابل وانت معاك بطولتين، تمام. صح؟ واحده مع طلائع الجيش واحده مع سيراميك كليوباترا. كلمني عن احساس اللاعب البطل اللي عاش جو البطولات ده مع فريقين مختلفين. بص، هو احساس عظيم طبعا. اه يعني انت بتبقى من بدري بتبقى عايز تبدا حياتك بكارير مختلف وكارير ناجح، وبتبقى في دماغك ان انت عايز تحقق حاجه طبعا تعيش بيها، ما تعيش باحلام يعني، تعيش بحاجات انت محققها بنجاحات. فأصعب حاجه بتبقى في اول حاجه، بس مجرد ان انت حققت اول بطوله فانت خلاص انت بتتاخد في تراك تاني خالص. فلما جينا سيراميكا، حتى لما كنا بنتكلم يعني ماتش النهائي، احنا اللاعب المصري، مصري بيحتفل، جاي البطوله يعني جاي ماتش النهائي بيحتفل، وطبعا جمهور، وانا عارف قيمه البطوله للجمهور يعني وكده. فاتكلمنا مع بعض وطريقه الكلام بتبقى مختلفه يعني. انا لو ما كنتش عشت اجواء بطوله قبل كده ما كنتش هتكلم مع الرجاله واعيش الاجواء اللي بيني وبين نفسي. عارف إن أنا تشرح وعارف تعبر بالظبط، وانت واخد سوبر مع طلائع الجيش، عارف تحكي لزمايلك قبل نهائي الرابطه. طعم البطوله حلو، طعم البطوله مفيش احسن منه. قلت لهم ايه ساعتها؟ مفيش، انا طبعا معايا لعيبه كبيره جدا يعني، جربوا طبعا البطولات برضو زي يعني، وحاجه تانية خالص يعني. كابتن محمد ابراهيم، كابتن بسام، بسام معايا كان في الجيش مظبوط، وناس معاها بطولات. فلما اتكلمنا مع بعض، هم اتكلموا طبعا في الاول، بعد كده انا اتكلمت ان يا جماعه احنا مش هنحس بقيمه اللي احنا بنتكلم فيه ده غير بعد 3 4 ساعات يعني. احنا يوم الماتش بنتكلم، فاحنا ممكن نكون بنتكلم بس مش عايشين انت مش متخيل بعد الماتش وانت معاك بطوله هتبقى عامل ازاي. مظبوط. فلما الناس صدقت، لما الناس حست في الكلام ان الكلام ممكن لما يحصل يعني تصدق الكلام ده، خلاص انت دخلت مود يعني. احنا مش عايز اقول لك، احنا اليوم ده كان متعه، احنا نازلين الملعب نتبسط ونتمتع حقيقي. ونقدم كان باين حاجه. انتوا مبسوطين. كلامنا مع بعض ادانا كلنا ثقه لبعض، وده بان في الملعب يعني. الحمد لله اللعيبه كلها كانت رجاله والناس كلها كانت رجاله، وقدرنا الحمد لله ان احنا نحقق اول بطوله في مع نادي سيراميكا، وفي مسيرتنا يعني، في مسيره او يعني اللي ليه اول بطوله يبقى دي مظبوط. الثانيه، واللي ما خدش بطوله يبقى دي اول بطوله ليه. مظبوط. وبسبب ماتش الرابطه ده والفوز على المصري 4، لعبتوا بطوله ثانيه واول سفر في تاريخ النادي. ودايما الرحلات الخارجيه دي سواء كانت قاريه او محليه او عربيه حتى بتبقى برضو ليها قيمه كبيره جدا. طبعا. فروحتوا لعبتوا بطوله السوبر في وجود الاهلي، ماتشكم الاولاني، وفي وجود بيراميدز ومودرن فيوتشر. ازاي كنتوا بتستعدوا؟ لان قابلت اكتر من حد من زمايلك الايام اللي فاتت دي، وكلكم كنتوا بتتكلموا في حته ان احنا كنا رايحين ناخد اللقب. بالزبط. هل ده فعلا كان طموح عندكم؟ بالظبط. يعني احنا كنا كمان رايحين السوبر بطموح اكتر من ان احنا كنا بنلعب الرابطه. مع ان يعني السوبر فيه يعني مجموعه فرق طبعا غير طبيعيه يعني، طبعا طبعا الاهلي ومودرن فيوتشر وبيراميد، لكن انت كان طموحك انت برضه، انت مش اقل من الناس دي في حاجه. ايوه. وبالذات ان احنا مقدمين مستوى في اخر فتره، خلاص التيم بقى مع بعض كله مع بعض، عارف انا عارف اللي قدامي بيلعب ازاي واللي جنبي وكل حاجه، وكل حاجه بقت تمام. فاحنا خلاص ما عندناش اي خلل ان احنا ما نفكرش ان احنا ناخد البطوله. والنادي كمان كان موفر لنا كل حاجه، سافرنا قبل البطوله باسبوع. اول فرقه وصلت الامارات. سافرنا قبل البطوله باسبوع احنا. طولتوا يعني. ليه بقى؟ عشان تتعودوا على الاجواء؟ عشان نتعود على الاجواء، وعشان نفصل يعني. الحاج محمد ومستر طارق ومستر معتز حبوا ان هم يوفروا لنا كل حاجه، ويفصلونا عن اي مشاكل هنا. مفهوم. بقى انت لو قاعد هنا وعندك مشاكل، عندك حاجه، أيوة. فانت هناك لا، انت فاصل مركز في شغلك بس. نعم. عايش الحلم، شايف الاجواء من بدري، فانت يعني تدخل في المود من بدري، ده بيخليك يعني في الحدث اكتر. صح يعني. صح مظبوط. بس فده اللي احنا كنا بنامل ان احنا ده اللي احنا كنا شغالين عليه، بس ربنا ما اردش يعني. الحمد لله احنا قدمنا ونعم حاجه بالله. محترمه، بس ربنا ما اردش. صح. على ذكر